ما الذي خلصت إليه القوى السياسية التي تعمل مع الرئاسات الثلاث فيما يتعلق بإيجاد آلية معينة للحوار مع السيد الصدر؟ هل من الممكن أن يكون الحوار مباشرا معه؟ يعني طبعا من الممكن ان يكون الحوار مباشرا في اطار الاشتراطات التي وضعها السيد مقتدى الصدر من جهه، ولكن بالمقابل مخرجات الحوار الوطني والمبادره التي الان يقودها السيد رئيس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي مع قاده القوى السياسيه العراقيه والرئاسات الثلاثه، ان كان السيد رئيس الجمهوريه او كذلك السيد رئيس البرلمان، وكذلك بالمقابل مشاركه السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى كان في الجلسه الاولى، وكذلك مشاركه الامم المتحده. اتوقع اننا ستذهب القوى السياسيه العراقية وكذلك الحكومة وكذلك بالمقابل الرئاسات الثلاثة إلى إيجاد حالة توافق على خارطة سياسية، وهذه الخارطة قد تقدم إلى السيد مقتدى الصدر، وكذلك بالمقابل سواء بالقنوات المباشرة أو سواء بالقنوات الغير مباشرة. وبالتالي لابد القوى السياسية العراقية ستكون لها مبادرة واضحة جدا في إطار المبادرة الوطنية للحوار الوطني، وكذلك في إطار الجلسات التي تعقدها وفي إطار اجتماعات اللجنة الفنية السياسية التي تعقد من أجل النقاش بين القوى السياسية العراقية لعملية صياغة خارطة سياسية تقدم مرة أخرى إلى قادة القوى السياسية.